اللهم صل على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى جميع أنبياء الله ورسله، آمين. يقول الحق سبحانه وتعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. صدق الله العظيم. هذا تذكير بما سبق من وصية آدم بعدم الأكل من الشجرة وعدم طاعة الشيطان، وبرغم كل التحذيرات من مكر الشيطان وأنه العدو الأول للإنسان، فقد زلت قدم آدم ووقع في العصيان. وهكذا خرج آدم وزوجه من الجنة بسبب الشهوة والنسيان وإغواء الشيطان، ليعيش في دار الكدح والعمل والامتحان، تتنازعه الأهواء والشهوات، ونوازع الخير ونوازع الشر. نسي آدم فنسيت ذريته، وأخطأ آدم فأخطأت ذريته. ماذا تقول يا قابيل؟ أقول ما سمعت يا إقليمة. لا أريد أن أراك مع هابيل مرة أخرى، ولا أن يقترب منك. لا تجعل للشيطان عليك سبيلا، لا تستمع لوساوسه كي لا يضلك يا أخي. الشيطان لا يستطيع أن يوسوس لي بفعل أي شيء لا أريده، وأنا أقوى منه. لا تغضب أبانا يا قابيل، فهو منزعج من أسلوبك في التعامل مع أخيك هابيل. طبعاً، فهو الابن المدلل والمقرب من أبي. أربأ بك يا قابيل أن تقول مثل هذا الكلام، أبونا لا يفرق بيننا في المعاملة. ولكنه سيفرق بيني وبينك. ها؟ ماذا تقول؟ أبي سمية، ما لي أراك مهموماً وحزيناً؟ منذ حل إبليس على الأرض وأنا أتوجس منه ولا أتوقع منه الخير، فأنا أخشى عليكم منه يا ابنتي يا هودة. اطمئن يا أبي، فلن يستطيع إبليس أن يغوينا أو يضلنا. لقد تمكن منه الكبر والغرور، وقد توعد آدم وبنيه بالانتقام، وسيحاول جمع الأعوان كي يحقق هدفه، وهذا هو
هو كل ما أخشاه. كبره هذا هو الذي تسبب في غضب الله عليه وطرده من رحمته. فليكفنا الله شره وشر أعوانه. ألن تأتي لمساعدتي يا قابيل؟ لقد تعبت، إني أقوم بالعمل وحدي. ابق مكانك، لا تأخذك به شفقة. إني أخذ قيلولتي تحت ظل هذه الشجرة ولا أشعر بالرغبة في العمل. هيا واصل عملك ولا تتكاسل. ولكنها أرضك أنت، وأنا أريد أن أرعى غنمي وأخشى عليها من الذئاب والسباع. ما هذا؟ ما هذا؟ كيف تجرأ عليك هذا الغر يا قبيل؟ كيف؟ لا لا، إنه لا يكن لك أي احترام ولا يهابك. كن حازما معه. كف عن الشكوى يا هابيل وافعل ما آمرك به. لو كنت تحسن معاملتي لأديت هذا العمل عن طيب خاطر. هداك الله يا أخي، هداك الله. هل سمعت ما قاله؟ هل سمعت؟ قابيل، إنه يسبك. لا لا لا، لقد تجاوز حدوده معك ولا بد من تأديبه. هيا 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 هيا، انهض انهض ولا تأخذك به رحمة. هيا. بماذا كنت ترغي وتثبت أيها اللعين؟ أسمعني صوتك، هيا انهض. نعم نعم، هكذا هكذا يا عزيزي، كي يعرف أنك الأقوى والأفضل. نعم، وحتى يخشاك ولا يعصي لك أمرا. كنت أدعو الله أن يهديك يا أخي وأن ينجيك من الشيطان. خسئت خسئت أيها الحقير، اقتله يا قبيل، إنه يدعو عليك بالموت. اقتل. وأنا أدعو الله أن يهلكك وأن تختفي من الوجود. لماذا يا أخي؟ ماذا فعلت لك؟ وما هذا الحقد والسواد الذي بداخلك؟ هل آذيتك؟ إنني أحبك. وأنا أكرهك وأتأذى كلما وقع نظري على وجهك القبيح. هيا اذهب وغرب عن وجهي. أحسنت. هكذا يجب أن تعامله دائما. إلى اللقاء.